إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، وحين كجرنا بشي بركة سنيد شهر رمضان، إلهي سبحانه وتعالى بشي ونواج بي الصيام كذا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وحان سوغارني طبنكي ضنبع يا شهر رمضان طبنكا مع الموت متبنكا هبين نغسو سعضاء نكون حجرنو طبنكا ضنبع بشهر رمضان وحويان وأفضل ليالي السنة على الإطلاق. هبين نذا السنة كا هبين نذا أبو ما أركتي فضلي بضنوية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم آدي آد أي عباد أود ذلك جري هبين نذا طبنكا ضنبع بشهر رمضان. إلهي سبحانه وتعالى وحاو إنو شاقي قرآنك إلا سود جيي بشهر رمضان، وحانو إنو شاقي إنو لسود جي قرآنك هبينك ليلة القدر، كما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر وحويان وحيكجر ساتبانك الضنبع بشا رمضانك، سيدا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن وشاقي نبي صلى الله عليه وسلم حديث بخاري هي مسلم بأيورن هيان وحاوليه تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر وحد كراديسان ما أركتي طبنك ضنبع بشا رمضان، طبنك هبين ضنبع بشا رمضان وهبين آدي آد أفضل بضن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم آدي آد أيود ذلك جرع عبادة طبنك ضنبع بشا رمضان. عائشة رضي الله عنها إياد وصفينيسا حال الدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحائتري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل وأيقظ أهله، شد المئزر. النبي صلى الله عليه وسلم وحاوها حديث طبنك ضنبع ما أركتي بشهر رمضان هدي أي سوغشو نبي صلى الله عليه وسلم هبينك أي نولين جري أحيى الليل وأيقظ أهله أهل كيسنا وأكعين جري وشد المئزر وزقنتي أنا وقت كيسن جري نبي صلى الله عليه وسلم هبينك أي نولين جري نبي صلى الله عليه وسلم نوعية عباداتك يطاع ضعلا أي يكون نولين جري ما أركتي صلاة قيام قراءة القرآن هي ما أركتي جميع أنواع الطاعات وحلب إله الله وخيره وعبادات كاس أي إله سبحانه وتعالى ما أردت أقوله وانجر النبي صلى الله عليه وسلم هبينك أي مركة أيضا نولين جري. وحان أصحاب الآدو ترتسين جري إني كفائدي استانتوانك ضنبع وأي راديان ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم حويري: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قفك ليلة القدر استاغه يكو استاغ إيمان إيا ما أركتي إسوار رميسا إلهي سبحانه وتعالى وعدي إيا بلانت أو سقاضي إيا ما أركتي فضلي أهبينك أوليهي أجر نرادنا هي إلهي سبحانه وتعالى دنبه سهر أورن أي رافا، يعني وحي كتصيسا فضلي إيا قيمها ليلة القدر مركا إيا ذا أي ليلة. ولذلك وحلو باهي هي مسلمين تؤني كد ذالا هبين نذن خير كبضن إيا كجرنه واختي إن لغفا إذيستو ومركا إيادا عبادة فربضاً للي مادة أيها اللوبة هي قرآنك أيها لسود جي ليلة القدر فضائلك ليلة القدر أي لا ذهي فضلق أقوين أقواس إحسان وحاوي نزول القرآن. ولذلك إلهي وحاول لي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بشهر رمضان وبشهر قرآنك لسود جي أدنا إلهي وحاول إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين قرآنك وحان سود جني هبين بركيساً فضائلك مركا فضلك أوين إي ليلة القدر أي لاذا وحاوي إلهي كلامك سئل السودجي قرآنك كريمك إن إلهي سبحانه وتعالى أسودجي في هذه الليلة
المباركة هذا الكتاب وإلهي سبحانه وتعالى وكتل ماما إن وياهي هنون ينحريس يبشار مسلمين إن وياهي كتاب كا إلهي سبحانه وتعالى ويلي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إلهي وحا أسودجي ليلة القدر أي الله سبحانه وتعالى أي سودجي مركا فضل واسعة أي هبينك أوليهي وحيابها إلهي سبحانه وتعالى وكتل ماما وحكم ذا إني تهي هبين بركيسا وخير كيذ أبدينيهي وأسوغينيهي هبين خير بدن ووناك بدن وبركة بدن وي ليلة مباركة با إلهي سبحانه وتعالى وكتل ماما ساسو كلا فضائل كهبينك أوليهي وحكم ذا إني أقول أنت ما أركتي كن بلاد خير من ألف شهر كن بلاد وقفك مسلم كعبادة ولي ماده أي مركا عبادة هبينك ولي مادة ليلة القدر وحول لغانتا كن بلاد وكلاء عبادة التي ماده أي مركا إيادة ولغانتا تانا وحيكو تسيسا مركا فضلك هبينك إيادة وليه ساس در سيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم آد أي وقود ذلك جري آد بو عبادة سنجري هدي نقطة الصلاة هدي نقطة قراءة القرآن هدي نقطة ما أركتي أنواع القرب النبي صلى الله عليه وسلم آد بوقود ذلك جري أنا وغتر سرسين جرى أمضى إني مركا إياها ما أركتي إني ليلة القدر مركا إياها أي كفائدي ستو إخواني في الله وحوي صيامك وأمانوي سيدا ما أركتي صلاة إي عبادات كورن أمانة إويهين إلهين سبحانه وتعالى أمانة إن لحفظي وإن أمري إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إلهي وحولي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلهي وحولي يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون إمام القرطبي رحمه الله تعالى وحوليه والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال أمانة وحي سوغشا وظائف الدين تؤردن أي سوغشا قارن وحي لهن أهل العلم وحوي أمانة عمل ما لله فيه طاعة واجتناب ما لله فيه معصية وإن السميسو وحا إلهي سبحانه وتعالى أكتيسا طاعه إلهي اللغو دواده إينا تكفواته وحلو معصية أي أمانة لدها ساس معنى يذو مركا وحاوي صونك وأمان وصلاة وأمان وحجك وأمان يعني معاملة ذاتك إن الله تعامل إنما أركتي وأماناتك مالي أهبا سوق لهي مركا بشان خيرك بضل إن كجرن وحاويا وأمانة وأنا للويدين هيا يوم القيامة هدان حقي ذيك صباحني يهدي مركا إياد أن ضيعني وحانا أغاتها أيها الأخ المسلم بشا رمضان قفك مؤمنك أه وحوليه هي لبجهاد بوليه والله ربا إنو مركا إياد سيوا ناكسا وصبحه جهادك كواد وحاوية جهاد الصيام ومالك ما أركتي رمضانك إنو قفك كل جهاد ما أركتي صنكيسي وإلاليو وحفظيو ما أركتي مالك ما أركتي رمضانك وقفك صنكيسي وإلاليو وحلبو داوعي كرا يوحلبو جبين كرا يوحلبو أجر كيسا مركا إياد نقصان من كرا إنو قفك كل ذال أيال الدونة هي صنكيسو إلى الشضو قفك مؤمنك وحولي جهاد مالك يجهاد هبينك جهادك مالك مركا وإن الصنكا إلى شطو عبادة إلى شطو ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قفك أنا نسك إلى لن هذا الكبين أبورك أي عملك وعمل فلك هذا الكبين أبورت أي بانت أي وحيبها لم يتكأ إلهي إذن كمالها إن مركا إيادا ما أركت عن تذي سئيو ما أركت عبيتان كيس وسكغته مركا قفك حال الدونة هي صون كيس إنك إلى لي معصبة يدنبك إنك إلى لي أي الدونة هي ساسو كلا وحال الدونة هي صون كيس إنه إلى لي وحلبو داوعي كرا أما بورين كرا أو ما أركت سيدي رسول صلى الله عليه وسلم حديث القدسي ونوشي ما أركتي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي ما أركتي إنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي عنتدي عبيتانك شهوته إلهي درتي بعد مركا أيضا إسكا إلى الناس أما جهاد الليل حوي القيام استاجي صلادي قرآن أخرسكي طاعدي ذكري الله سبحانه وتعالى قفك مركب بشر رمضان لبدا جهاد لي ماذا جهاد النهار جهاد الليل وحقه ذا لي ماذا إلهي أجر كيس وحاوسيه بغير حساب يوفى له أجره بغير حساب سيد إلهي سبحانه وتعالى وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بشر رمضان مركب حيوبها انتهي الصبر مالك إن صبرت طاعة إلهي صونك أتكو صبرته هبينك إن أتكو صبرت قيامك يا صلادي عباداتك مركب إذا الإيمانيسي طبعا كدنبنا وحاويان ويكسي فضل بضانتهي مع المهكلة بشر رمضان بل وحيك فضل بضانتهي
طبعاً كذا بهبنا طبعاً كذا برمضان جميع ليالي السنة هبنا السنة كورن أي مرك أي ذاك فضل بضانته مركو حال دون هي قفك مسلم كأ إنه كود ذا لأنواع الطاعات وأنواع العبادات إنه آدي لو كود ذا لأي اللو بعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاو آد كود ذا لجري عبادة طاعاتك في رمضان ساسو كلا النبي صلى الله عليه وسلم وحاو كود ذا لجري صدقاتك وحاو كود ذا لجري صلاة وحاو كود ذا لجري صونك وحاو كود ذا لجري قراءة القرآن النبي صلى الله عليه وسلم آد يود ذا لجري في رمضان وفي غيره ولذلك عبد الله بن عباس واتوليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حوها دتك يعني قفك دتك أودي خسيسا وكان أجود ما يكون في رمضان رمضان بون أوسي دخسيسا النبي صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن مرك جبريل القرآن كيسل دراسين هين فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع إلى الخير من الريح المرسلة بل وحابع جرتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر رمضان إن ما أركتي هبينك يا مالنك وصومك حريريو ومالنك انتو صومه هبينك انو صومه مالنك كلا صومه هبينك كلا نمرك أيضا صومه وصوى أن أفرين ومدسان وكان هي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحان أسمين هي وحاوي إنو إلى ليو ساعدها إي أوقادة مركا أيضا ما أركتي طاعده او كجره بشر رمضان مركا ايدا الا ونبي صلى الله عليه وسلم حلي عنيتانك حلي عبيتانك وكو بدل جري وقتي او الهي حسهاي اما قران اخرنا هي ودعين ودعيسن هي رسول صلى الله عليه واله وسلم لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد لها بوجهك نور تستضيء به وقت المسير يستضيء به وقت المسير وفي عقابها حادي إذا شكت من كلال سير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلك إلهي سبحانه وتعالى أجعل يهي وكد ذلك طاعة ربي سبحانه وتعالى وكد ذلك هي إلا هيركاس أي لقاري جرتي ولذلك وحال دونها يقفك مسلم كائن كد ذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان ورن عموما خاصة أنت بنك الدنباء وما أنت رمضان كما أركتي الوختي ما يمرك أيضا مرك قفك مسلمة إيجابية أما قيامك كجابي أما عبادك كجابي أما ما أردت سيدي للرباء أن أوصل بحين بشأن حقي ذي كجار أنت كوهرتي كجار أو كفائدي سو طبعا كي دنبوية يمرك إلهي سبحانه وتعالى الدم ذا أو نارتك حرين هي إلهي سبحانه وتعالى جنة ذي سوقين هي فضائلك ليلة القدر أي لا ذهي والنبي صلى الله عليه وسلم نفرينا كرادي أن طبعا كدنباء رمضان ساسوك للنبي وحيري تحروا ليلة القدر في الأوتار من العشر الأخير من رمضان طبعا كالضنباء ترضى إسدار هل غير هذه يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يري ليلة القدر وحيابها الله شاقها بينك إلهي سبحانه وتعالى وكشاق وحاكم ذا إن ملائكتي الله سبحانه وتعالى إسودري ستنزل الملائكة والروح جبريل إيا ما أركتي هدو لها يكون ملائكتي الله سبحانه وتعالى بسودري سي يعني ما أركتي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ملائكتنا وحي لسودغيسا وامحي ورحمة يا خير يا بركة أي مركة إيادا لسودغيسا فضائل كهبينك أوليه وحاوية وحاكمدة وهبين سلام إلهي أخوة المامي سلام سلام وهبين نبدكلي أهوي لكثرة من يعتق الله سبحانه وتعالى من عباده من النار يعني فربض نددتك إلهي ونارتك حرين هي يددتك بضن إلهي سبحانه وتعالى كان نبدكلي عقابك سي على ذيسي إن بضن صالحين تكمدوا عبادي سنة هي هبين كاس وهبين سلام أهوي على المؤمنين وعلى عباد الله الصالحين هبين سلام أي مركا أيضا ما أركتي أوتاي إلا واك أكبري هبين كا قيمها بضن وحاويان وحال نولوش يغي طوانك دنبي رمضان إلا جهي لهي مركا وحال دون هيا قفك مسلم طوانك با إن مركا أيضا أكود دالو هبين هذا تراد إسلار يكو إسلا أكبا قدي إن أتكود دا شطاعة الله سبحانه وتعالى أي مركا أيضا لوبا هيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا العمل الصالح وأن يجعلنا من خلص عباده وأن يكتب لنا الحسنى وزيادة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.